مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من اقليم الخروب، حيث نفذ الاساتذة في التعليم الثانوي وايضا المتوسط والمهني هنا اعتصاما رمزيا على مفرق بلدة مزبوط، حيث يعني يطالبون ببدل انتاجية $150 للدوامين قبل الظهر وبعده، وايضا يعني دعم الصناديق المدارس والمعاهد الفنية، وأيضا تريدون لبنان الجهل المغموس بالظل، تريدون لبنان العلم المزاد بالغرامة والإباء. فإذا هذا الاعتصام هو الأكبر والذي يحصل منذ فترة هنا في أقليم الخروب. طبعا كما ذكرنا هو اعتصام ينفذه الأساتذة في التعليم الثانوي والتعليم المهني والتعليم المتوسط. يعني فإذا انه مشاهدينا الكرام نحن ما حد شيء من فني، تعليم المهني. نحن اول شيء نحن منا قوات اضراب، نحن عم نحافظ على استمرارية القطاع التربوي الرسمي، ولكن صرنا عم نقدم من اللحم الحي السنة الماضية وما زلنا. نحن مطالبنا منا بعيد، نحن عم نطالب بأدنى شروط العيش الكريم، بدنا بدل نقل، البدل النقل ما يكون مشروط بعدد الساعات، لأنه الأستاذ عم بيروح يعلم ساعتين أو ستة عم يدفع بدل نقل. بدنا الحوافز، بدنا تعديل بدل الساعة، بدل العقد الشهري، العقد الكامل، أهم شيء العقد الكامل، أكيد تنفيذ العقد الكامل، أكيد، وبدنا العقد يكون كامل. وشو فينا يعني هيدا بالنهاية، نحن ما عم نطالب يعني مطالبنا منا صعب ومنا مستحيلة، وبنتمنى من الوزير إنه يوقف لجانبنا ويطالب الهيئات المانحة لتنفيذ مطالبنا ونعيش عيشة كريمة مثلنا مثل بقية هالعالم. يعطيك العافية. المصيبة كبرت والهيكل الزجاجي قد يقع على رؤوس الجميع وأنتم السبب. مرحبا. سؤال، أنتم السبب، مين السبب برأيك؟ الدولة أكيد والحكومة المتخاذلة. قديش صرنا ناطرين وناطرين ولا أي تحرك، دايما جلسات مؤجلة من الحكومة، أكيد هي الدولة. شو أبرز المطالب اللي فيها اليوم لحتى ترجعوا للتعليم؟ الأساسي أعطونا بدل بالدولار لحتى نقدر نحن نواكب هيدا الغلاء اللي عم بيصير، ارتفاع دولار غير ملحوظ، ما عم نقدر نلحق، شو ما أعطونا لبناني ما بينفع، هيدا الأساس بالفريش دولار، هيدا يلي بده يقلع. نحن فتنا على هالأساس ثلاث شهور نطرنا في $130 اللي هي ما بتعمل شيء ونوعدنا فيها من الوزير وما أعطونا إياها. أوكي أنا بدي شكرا. حكمل جولتي صغيرة قبل ما أخذ الكلمات. مع استاذ سمر يعطيك الف عافيه. طبعا حكون لكم كلمات، بس خلينا ناخذ هيك قبل الكلمات، اليوم انتم كممثلين عن التعليم المهني، اليوم شو ابرز المطالب حتى نرجع للتعليم؟ يعني نحن مطالبنا منا كبيره، نحن بدنا حد الادنى من العيش، حد الادنى من الوصول للمعاهد، نحن صارت مطالبنا الولد الصغير بيعرفها والكبير بيعرفها، نحن بدنا شيء يوصلنا على مدارسنا، عم بيحكوا بخمس لترات، عم يحكوا بفرش دولار، نحن لحد هيدي الساعة ما
بعضه حبر على ورق. اثبتوا حسن النية يا هالدولة، اثبتوا حسن النية يا هالمعنيين. نحنا مش مبسوطين بقعدتنا ببيوتنا، ولا مبسوطين انه تلاميذنا قاعدة ببيوتها، ولكن نحنا ما بقى عنا قدرة. حكون مع رئيس رابطة التعليم استاذ حسين جواد. قبل الكلمات هيك نحن على السريع اليوم شو في صاير؟ يعني المبادرة اللي قدمناها لحد الآن للأسف بقول ما تحقق ولا شيء من المبادرة اللي قدمناها، وما عاد في داعي نرجع نذكر انه نحن بدل النقل الاساس لنقدر نوصل، والتقديمات اللي هي عباره عن $300 عن المرحله السابقه او $125 عن بقيه الاشهر، ولحد الان ما صار شيء، فيبدو انه عم يقولوا لنا كفوا اجوا لهون. يعني يبدو عم يقولوا لنا كفوا اضراب، كفوا اضراب، ما في نيه للحال برايك. إذا ما تحقق شيء شو يعني؟ 5 لترات بنزين هي شو رأيك أنت فيها؟ ال5 لترات كان لازم رئيس الحكومة يكون بأسرع وقت عم يعمل جلسة لإقرارها، علما أنه كان اللجنة الوزارية بقدرتها أنه تقررها، لأن معها الصلاحية أنه تقررها. أنا بدي أتشكرك. فإذا يعني حكمل جولتي. مستعان بهم حضرتك؟ لا ولا أنا ملك؟ نازلت مدرسي ملك، بس بدي طالب برفقاتي أكيد أكيد. نحن بكرة مطلع، بس هودي الصغار شو بدهم يعملوا؟ بدهم يبنوا المدرسة، هن بدهم يحافظوا على المدرسة. برأيك إذا ضل الوضع هيك؟ بلاها أصبت إليها، لأنه هالزل اللي عاشوا فيه الأساتذة اللي علموا، اللي صاروا حكم وضباط وقضاة، هلا اللي عم يحكموا علينا وزراء، بلاها هالمدرسة الرسمية اللي علمتهم صح ولا لا؟ فشلت معناتها، إذا نحن علمناها فشلنا. نحن بنتمنى إنه يعيد الوطن قيمته وقيمة المدارس الرسمية. بداية رسمية، هيدي مؤسسة وطنية صح ولا لا؟ أهلا وسهلا. يعني فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتي على الفيسبوك، تابعنا وإياكم في هذا البث المباشر. يعني فإذا مشاهدي الكرام، هذا بعد النشيد الوطني اللبناني. نلاحظ أيضا يعني تعاملوا مع المعلم برقي وسموه بما يتناسب مع سمو رسالته. رئيس رابطة التعليم الأساسي في لبنان. فإذا مشاهدينا الكرام، مثلوا الروابط الثانوي والرسمي والمهني كل بصفته وبما يمثل. السادة رؤساء البلديات في إقليم الخروب، المخاتير الكرام، زملائي وزميلاتي مدراء وأفراد الهيئات التعليمية في الإقليم، اليوم الإخوة، بعض ما كنتوا رسالة عندكم، رسالة اليوم، رسالة كثير أساسية اليوم. هيدا الوضع اللي فيه شو بتقولوا؟ والله ما يعني شيء. ونرحب ايضا بالاستاذ سيد فرانسيس رئيس رابطه التعليم المهني. اهلا وسهلا بكم جميعا. اهلا اولياء الطلاب، طلابنا الاعزاء. يعني فاذا المشاهدين الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت على الفيسبوك، السلام. هذه المشاهد مباشرة من منطقة إقليم الخروب. كما ذكرنا أن الأساتذة ينفذون بالعلم والكفاءة في هذه الأثناء وقفة احتجاجية، وقفة رمزية، وذلك يعني استكمالا للتحركات التي تحصل في المناطق من أجل القضايا المطلبية. كيف لا ومطالب المعلمين المحقة، هذه الفئة المقهورة والمحرومة من حقوقها. لقد أعجبتني عبارة لا تتصدق علي بحقوقي. نحن إلى جانبهم في الدفاع عن حقهم
في الراتب وبدل النقص اتعثري. يعطيك العافيه. ايضا اليوم الواقع التربوي برايك؟ والله اللي عم بيصير بالواقع التربوي شيء ماساوي. نحن عندنا بلبنان للاسف يعني هذا قطاع من اهم القطاعات اللي المفروض يكون فيه لها نظره واهتمام اكثر من هيك. يعني اليوم اذا بدي يطلع اجيال على 3 4 سنين كورونا وغيره وكذا وهلا وضع اقتصادي عم ناخذ جيل يعني للاسف يعني مستوى التعليم عم يتدنى وهو الاساتذه اللي المفروض يكونوا عندهم افضل معاشات واحسن طبابه واحسن اهتمام من الدوله. للاسف عم نلاقي ان الدوله مستهتره واذا بدك تركتن لحالها ونحن واقفين حد اكيد. نحن من الناس من المجتمع عندنا اطفال بدناهم يتعلموا ونحن داعمين الاساتذه بكل شيء عم يعملوه. يعطيك الف عافيه. يعني فاذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال كانت الدعوه لهذا اللقاء من قبل روابط التعليم كما ذكرنا هذا الاعتصام الرمزي هنا كافه المسميات اللي نفذوا الاساتذه في التعليم الرسمي. معلمة ولا طالبة؟ طالبة. وين بتعلمي؟ بثانوية عنوت الرسمية. اليوم كيف بتشوفي انت مستقبلك؟ هلا بداية اكيد نحن بنساند الاساتذة بهيدا الاضراب لانه اليوم نحن اذا التلاميذ ما ساندناهم بداية حنوصل لنفس المطرح بعدين. لهيك نحن بنتوجه لوزير التربية طلاب انه ينصف الاساتذة ويعطيهم حقوقنا نرجع نحن على مستقبلنا بالتعليم لانه لا انا ولا اي تلميذ قبلانين بالاضراب وعم بيروح مستقبلنا قدامنا. لهيك ما بدنا نقبل انه ينهار القطاع التربوي. انا بدي اشكرك. فاذا مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر من البث المباشر. كان معكم محمد زينتي يوسف هو صوت بيروت انترناشونال.